اقترحت المحامية المصرية نجلاء الإمام أن يتحرش الشباب العرب بالفتيات الإسرائيليات في كل مكان وبأي طريقة ممكنة كأسلوب جديد لمقاومة إسرائيل. معنا من القاهرة المحامية نجلاء الإمام، أهلا بك. يعني ما هو الهدف من هذه الدعوة بداية؟ والله هي نوع من أنواع المقاومة، يعني أنا أعتقد أنهم مباحين ومستباحين للعرب جميعا، على أي فمش أساس؟ من العيب ولا من يعني هم أولا بينتهكوا حقوقنا، هم مغتصبين الأرض، فمغتصب الأرض مش يعني لن يتساوى كثيرا عن مغتصب العرض، فأنا أعتقد أنه هو نوع من أنواع المقاومة الجديدة يعني. طيب، يعني أنت قانونية، وبالتالي هذا سوف يعرض الشباب العرب لعقوبات أمام يعني المحاكم وأمام أيضا القوانين لمخالفتهم هذه القوانين بظاهرة التحرش الجنسي، أليس كذلك؟ والله والله بص، يعني معظم الدول العربية فيما عدا 3 أو 4 دول فقط لا غير، وأنا أعتقد أن الدول دي ما بتسمحش بدخول الإسرائيليات عندها، ما عندهمش قانون خاص بالتحرش الجنسي. فإذا كان يعني أبناء الوطن هم بيبقوا مستباحين من أبناء الوطن الآخرين من الرجال، فيعني مش عيب أبدا أن تبقى يعني هل يتضمن الإسرائيلية ذلك مباحة يعني. الاستباحة، هل تتضمن حتى الاغتصاب مثلا؟ لا، التحرش يعني أنا عايز أقولك أنه هو ليس لهم الحق في الرد، أنا ده وجهة نظري، يعني دي الدعوة اللي أنا بقولها أن هم مش يبادروا بيها، لأن أخلاقيات أبناء المقاومة أعلى من كده بكتير. لكن هم يعني إذا حصل لهم ده فمش من حقهم ان هم يطالبوا باي حاجه، لان احنا هنتساوى في المساله دي، اطلعوا من الارض عشان لا نغتصبكم، يعني دي متساويه لدي. انا لا اريد للشباب ان يتعرض للمساءله، لكن انا اريد طرد هؤلاء البنات الصهيونيات الذين يحملون الجنسيه الاسرائيليه من دولنا العربيه. دي نوع من انواع المقاومه والرفض لوجودهم بايا مكان هذا الشعب.